وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم الينا هاتفيا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، ضيفي الكريم بعد التحيه. يعني وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مملكه البحرين بعد زياره تابعناها على مدار اليومين الماضيين الى سلطنه عمان، كيف تتابع جوله السيد الرئيس الى البحرين وبحث العديد من الملفات المشتركه بين البلدين؟ هو بالطبع احترمه تأتي طبعا في إطار التنسيق العربي الموحد اللي احنا شفناه خلال الأسبوعين الماضيين بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ، ثم لقاءه مع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين وملك الأردن، من بعدها لقاء ولي العهد السعودي الأمير تميم، وأمس واليوم سلطنة عمان. طبعا ده بيأتي في تنسيق للخروج بفكر عربي موحد لمواجهة الأزمة أو الأزمات اللي بيواجهها العالم في الوقت الحالي، الأزمات السياسية، الأزمات الاقتصادية. احنا عارفين إن العالم في الوقت الحالي يعاد تشكيل القوى في بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات دول عديدة إنها تفرض سيطرتها وتفرض نفوذها على دول أخرى. ففي هذا التوقيت لازم يكون في تنسيق عربي موحد. احنا شايفين إن مصر أصبحت في قلب هي اللي بتقود المنطقة بشكل كبير، بدليل الزيارات التي تمت وبدليل التنسيق اللي بيتم آلي لمواجهة طبعا الأزمة السياسية. التنسيق ده أيضا يأتي قبل زيارة أو القمة اللي هيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع دول رؤساء وقادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الشهر المقبل إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. طبعا لازم في هذا الاجتماع هيكون في تنسيق عربي موحد، رؤية عربية واضحة للعديد من الملفات، أهمها تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية، حل الأزمات الليبية والسورية والإيرانية وخلافه في المنطقة، عدم تدخل دول إقليمية في شأن الدول العربية، القضاء على التنظيمات الإرهابية العربية اللي بتؤثر بشكل كبير على الاستقرار في الدول، بتؤثر على الإقليمية للدول العربية في الوقت الحالي. كل دي يجب أن يتم الجانب الامريكي، وايضا الجانب الاقتصادي مهم. احنا شايفين الرؤيه الاقتصاديه الواضحه والاستثماريه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي طبعا مع مصر، ان هناك استثمارات عديده تم ضخها في الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه. ده دليل على ان مصر اصبحت ارض خصبه للاستثمار، مصر اصبحت دوله امنه للاستثمار، انها تمتلك قوتها، تمتلك البنيه التحتيه القويه للاستثمار فيها. كل ده جعل ان مصر، ان الدول العربيه ودول مجلس التعاون الخليجي تضع استثماراتها داخل الدوله المصريه وليس في اي دوله من دول العالم الاخرى. اذا هذا التنسيق مهم، هذه الرؤيه الواضحه العربيه مهمه جدا، التكتل العربي في الوقت الحالي مهم جدا، لان الدول العربيه والقوي قادرة على مواجهة الأزمات لأنها قوة اقتصادية كبيرة تمتلك وأيضا تمتلك القدرة العسكرية لحماية الأمن القومي العربي وحماية المكتسبات التي تحققت على الأراضي العربية. نعم، تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية البحرينية سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي، توقعاتك لهذه العلاقة في الفترة القادمة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة العربية بوجه عام، ولكن دعنا نتحدث فيما يتعلق فقط بالعلاقات، العلاقات ما بين مصر والبحرين في هذا المجال. العلاقات مصر والبحرين هي علاقات طيبة وعلاقات متميزة جدا على كافة الأوجه. احنا شفنا مصر ودولة البحرين ابتداء من عام 2014 منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك تنسيق واضح بين البلدين في كافة الأمور التي تخص المنطقة، وأيضا هناك علاقات اقتصادية قوية بين الدولتين. مصر بتقف بجانب دولة البحرين في العديد من المواقف وترفض بشدة تدخلات أي محاولات للتدخل والمساس بشأن مملكة البحرين، والتنسيق مستمر على أعلى المستويات، ودائما ما تتم زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع ملك البحرين، كل ده في إطار طبعا زي ما بقول لحضرتك علاقات متميزة بأعلى درجة بين البلدين.
العلاقات التجارية تحديدا فيما يتعلق، لأن العالم كما تشاهد الآن أستاذ جميل يمر بأزمة اقتصادية تستدعي تكاتف الدول العربية على وجه التحديد فيما يتعلق بهذه الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية. التبادل التجاري ما بين مصر والبحرين يعني له العديد من الجوانب والعديد من المحاور، المشروعات المصرية في البحرين وأيضا المشروعات البحرينية في مصر. هو بالطبع طبعا التعاون التجاري بين مصر والبحرين وأيضا في مجال الاستثمار بيتطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وزي ما بقول لحضرتك أن مصر أصبحت الدولة جاذبة للاستثمارات في الوقت الحالي بدليل الاستثمارات التي تم ضخها في مصر خلال الأيام الماضية، وبالطبع التعاون مع مملكة البحرين في المجال الاقتصادي ومجال التبادل التجاري بين البلدين، الاستثمارات بين البلدين، كل ده هيعود طبعا بالنفع على مملكة البحرين من استثماراتها في الأراضي المصرية، وأيضا السوق البحرين سوق قوي قد يعني تستفيد منه الدولة المصرية خلال عمليات التبادل التجاري بين الدولتين. ملف أمن الخليج أستاذ جميل، وكما نتابع دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لعل ملف الأمن تحديدا ربما يكون له النصيب نصيب كبير من المباحثات ما بين الزعيمين. كيف ترى الأمن العربي في ظل هذه الظروف الرهينة التي يمر بها العالم؟ في ظل الظروف الراهنه اللي بيمر بها العالم، زي ما بقول لحضرتك ان العالم الان بيعاد تشكيله مره اخرى، القوى الفاعله في النظام العالمي الجديد كلها بتتغير من ظهور قوى وجديده، والتكتل العربي والتوحد العربي وانه لو في كلمه واحده عربيه او قوه عربيه قادره على مواجهه التحديات والازمات، هو ده اللي احنا بنشوف التنسيق عليه بيحصل خلال الايام الماضيه. ليه؟ لان الامن القومي العربي لا يمكن ان يتجزأ، يعني مهما صحيح مهما حدث هناك ازمات كثيره بتمر بالمنطقه العربيه، لكن الامن القومي العربي لا يمكن ان ينفصل عن بعضه، هناك العديد من الملفات في مجال الامن العربي، خاصة زي ما قلت لحضرتك عمليات الإرهاب العربي للحدود، يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد وهناك موقف عربي موحد لمواجهة تلك التنظيمات. أمن الخليج، أمن البحر الأحمر، أمن الخليج العربي، كل دي عدم تدخل قوى إقليمية في شؤون دول الخليج العربي، ده أمر مهم جدا ودائما وأبدا ما تؤكد عليه مصر بعدم تدخل أي قوى إقليمية داخل في الشأن الخليجي. فلهذا السبب دائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي الخليجي لا ينفصل عن الأمن القومي العربي، ولهذا السبب أنت حضرتك على المستوى العسكري هتجد أن هناك في تدريبات عسكرية مشتركة بتتم مع دول الخليج العربي بشكل سنوي باستمرار، ومع مملكة البحرين لأول مرة في عام 2014 تم إجراء العديد من التدريبات البحرية والتدريبات الجوية أيضا مع مملكة البحرين، الهدف منها رفع كفاءة أو نقل الخبرات العسكرية لدى الدولة المصرية لدول الخليج العربي، والاستفادة أيضا من القدرات العسكرية العربية بشكل كامل، وتوحيد المفاهيم وتوحيد الرؤى في هذا المجال. إذن وأيضا في مجال مكافحة الإرهاب زي ما قلنا برضو التدريبات بتتم على مكافحة الإرهاب وكيفية مكافحة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود داخل دول الخليج العربي، لأن مصر أصبحت دلوقتي تمتلك الخبرة الكبيرة في مواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية من خلال حرب الضروس اللي شنتها الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية على التنظيمات الإرهابية، فهي بتنقل خبراتها أيضا لدول الخليج العربي. إذن أمن الخليج العربي هو لا يتجزأ عن الأمن المصري، وأي هزة في الأمن القومي لدول الخليج أيضا يصل إلى مصر. نعم، هي زيارة بكل تأكيد لها أهمية كبيرة على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.